أعزائي المتابعين، سلام الله عليكم ومرحبا بكم في قناة خبايا. هناك العديد من الروايات التي نجحت بشكل كبير في جذب القارئ بسبب ما تحتويه من أفكار وإبداع أثر على القارئ، مما جعلها الأكثر مبيعا في العالم. واليوم وفي هذا الفيديو سنقدم لكم 10 روايات الأكثر مبيعا في العالم. عاشرا، رواية عزازيل توضح جوانب الصراع المذهبي من بدايته إلى تطوره، وحصلت على العديد من الجوائز وتعتبر من أبرز أعمال الكاتب الأدبي. تاسعا، رواية ذاكرة اللوز. يتميز كاتب الرواية بشغفه بالشعر، إلا أنه ألف رواية جميلة هي سلسلة من الهزائم على عتبات المقاهي: الموسيقى، النساء والشتاء، العصافير والنسيان والموت، الخيانة، الجرأة، الوحدة والحلم واللوز. ثامنا، رواية عداء الطائرة الورقية. تدور أحداثها منذ أواخر العصر الملكي رحلة إلى أفغانستان حول صبيين يعيش كل منهم في عالمين مختلفين، وتدور أحداث مشوقة حول الصداقة والخيانة والخذلان والعلاقة بين الوالد وابنها، الحقيقة التي سوف تكشف مهما حاول الناس إخفاءها. سابعا، رواية ذاكرة الجسد. رواية حازت على جائزة نجيب محفوظ لعام 1997، حيث جذبت القراء وتم تصويرها في مسلسل تلفزيوني. سميت الرواية بهذا الاسم لتدل على أن كل جسد له ذاكرة تروي العديد من الحكايات. هي رواية مشوقة تدور حول خالد، الشخصية الثورية، وحياة الفتاة التي وهبته الأمل ثم خذلته وتركته في الآلام. سادسا، رواية الأسود ديالي قوبيك. تحكي الرواية قصة فتاة جزائرية قتل والدها وأخاها على يد الإرهابيين، وهددوها هي أيضا لأنها مغنية، فغادرت الجزائر مع والدتها إلى سوريا، حيث أن والدتها سورية وأكملت حياتها مرتدية الأسود. أحبها لبناني ثري جدا حاول الوصول إليها لكنه لم يستطع. هو أحب شموخها وعزتها، ومع كل أمواله الكثيرة هي لم تقبل فحقد عليها. خامسا، رواية الجريمة والعقاب. تدور أحداث الرواية عن الجريمة وعلاقتها بالمشاكل الاجتماعية والأخلاقية وقضية الخير والشر. هو يصور المجرم وما يدور بداخله من مشاعر عندما يقدم على جريمته. تعتبر الرواية خاصة بالنسبة للكاتب، حيث جذبته مشكلة الرواية عندما كان في أحد المعتقلات، فهو اعتقل بتهمة سياسة وعاش بين المسجونين. رابعا، رواية 100 عام من العزلة. رواية فاقت الإبداع والعبقرية، فاستطاعت شغل ذهن القارئ وترجمت إلى 10 لغات في العالم منهم اللغة العربية. تدور أحداثها حول قصة حياة عائلية بونيدية لسبعة أجيال تعيش في قرية ماكوندو على الساحل الكاريبي، حيث يتابع حياة الأجيال السبعة ويوضح سبب سقوط ونهوض قرية ماكوندو. تتحدث الرواية عن الظروف الاجتماعية والتاريخية والعزلة. ثالثا، رواية شفرة دافنشي. أثارت هذه الرواية جدلا وضجة كبيرة وتحولت إلى فيلم أثار هو أيضا ضجة. تعتمد الرواية على الإثارة والتشويق والألغاز، حيث تبدأ أحداثها في متحف اللوفر بباريس، مقتل جاكسونير، وهذا أول لغز في الرواية، وتم الاستعانة بروبرت لانغدون لحل اللغز، ومن هنا تبدأ المغامرة والتشويق. ثانيا، رواية ابنة القس. تتميز الرواية بالطابع الاجتماعي وتتمثل معظم أحداثها بسخرية من المجتمع الإنجليزي. تدور أحداث الرواية حول فتاة تدعى دوروثي تعيش مع والدها ولكنها تعاني من معاملته القاسية، فهو شخص بخيل ويعاني من التشدد في أمور كثيرة وكان يكره التجدد. أولا، رواية الخيميائي. تعتبر رواية الخيميائي من الروايات الأكثر مبيعاً في العالم. تحكي عن قصة فتاة يعيش في الريف الأندلسي، قد حلم يوماً أنه وجد كنزاً في مكان معين وكان الحلم واضحاً، وعندما استيقظ الفتى شعر أنه ليس حلماً بل هو يعلم بمكان الكنز وأنه حقيقة. ظل الفتى في صراع مع فكره، هل يذهب ليبحث عن الكنز أم يظل في موطنه مستمراً في حياته؟ وفي النهاية أعزائي المتابعين، أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا.